بداية أجواء كأس العالم، كيف شايف أجواء كأس العالم؟ والله طبعا يعني عادة البطولات الكبرى يعني ومنها كأس العالم أو أولها كأس العالم أكيد لها أجواء ولها يعني أجواء تنافسية كبيرة. ممكن السنة يعني أو البطولة هذه ممكن اختلفت فيها المنافسة بشكل كبير، شفنا منتخبات يعني تظهر على الساحة ومنتخبات كبيرة ودعت البطولة. كابتن، أنت شارك في كأس العالم مع المنتخب السعودي، كيف تقيم تجربة المنتخب السعودي في كأس العالم 2018؟ والله شوف يعني احنا ما باستثناء مباراة روسيا ونتيجة مباراة روسيا انا اتوقع انها كانت جيدة، باستثناء مباراة روسيا انك انت تخسر المنتخب الاوروغواياني بهدف وكان ممكن احنا نقدم فيه افضل، الفريق قدم بشهادة الجميع يعني قدم مستويات طيبة، كسبنا المنتخب المصري والمنتخب المصري احنا عارفين يعني عنده لعيبة على اعلى مستوى سواء في آسيا أو في أفريقيا أو حتى في العالم، يعني إحنا الآن في لاعبين في منتخب مصر منهم طبعاً محمد صلاح الآن من أهم اللاعبين الموجودين على الساحة. أتوقع إنها مباراة افتتاح سببت ضغط على اللاعبين طبعاً شوف أنت تتكلم أول شيء عن اللاعبين أول مرة يشاركوا في كأس عالم، تتكلم على منتخب يعني ما عنده لاعبين محترفين يعني خارج السعودية رغم الاجتهادات اللي حصلت ورغم انه المحاولات وهذا الشيء بان على المنتخب يعني في المباراة اللي بعدها. تكلم عن منتخب صاحب أرض وبين جماهيره والحضور الكبير، فأنا أتوقع أن هي كانت يمكن الرهبة أكثر من أي شيء. كيف تشوف المنتخبات العربية في كأس العالم وليش ما في أي منتخب شفناه في دوري 16؟ والله شوف هو يعني انا كنت متوقع انه يعدي منتخب او اثنين يعني لدور ال 16، كنت متوقع المنتخب المغربي كنت متوقع انه هو يعدي المجموعات والمنتخب السعودي والمنتخب المصري. خلينا نعرف المنتخب اللي كنت تشجعه. طبعا انا مشجع للمنتخب الارجنتيني ما في شك، لكن المنتخب الأرجنتيني من أول مباراة كان واضح عليه إنه يعني أحياناً ما تخدمك النتيجة، ممكن تتعادل في المباراة ممكن تخسر المباراة، لكن أداء المنتخب الأرجنتيني من المباراة الأولى إلى المباراة إلى آخر مباراة ما كان أداء مقنع. المونديال، من اللي بيفوز المونديال؟ والله التكهنات صعبة، أنا ما أخفيك أنا كنت مرشح المنتخب المكسيكي أو المنتخب البرتغال، هم الآن الاثنين طلعوا يعني. ليش أنا المنتخب المكسيكي؟ المنتخب المكسيكي أنا شفت إنه بيلعب المباريات بطريقة يعني كل المنتخبات ما كانت تلعب بنفس الأسلوب اللي بيلعبه، فريق عارف إيش يبغى من المباراة، فريق بيلعب على إمكانياته. منتخبات كبيرة خرجت، ألمانيا، الأرجنتين، البرتغال، وحنشوف منتخبات أخرى، ليش تتوقع؟ والله هذا دليل إنه الفوارق اللي كانت بين المنتخبات أنا أتوقع إنه لها دور، لكن الدور الأكبر والدور الأهم إنه لاعبي لعيبة المنتخبات الكبرى مجهدين.